نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من جريدة المصري اليوم، ونقرأ خبر بعنوان توجيهات رئاسية بدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الفورية الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة ما يمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف في الأعباء البنكية عليها. أكد الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين على ضرورة مواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عرض محافظي البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011. وإلى الشروق، المالية والصناعة يوقعان 31 اتفاق تسوية للمستحقات المتأخرة للمصدرين. جامع صرف 291 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات لاثنتي عشرة شركة ضمن مبادرة تحفيز الاستثمار. وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع ممثلي 31 شركة مصدرة محلية وأجنبية اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة وزيادة طاقتها والتوسع في خطوط الإنتاج. وقالت جامع إن إجمالي المستحقات التي صرفها صندوق تنمية الصادرات للشركات المصدرة في إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 291 مليون جنيه لاثنتي عشرة شركة مصدرة. وإلى بوابة أخبار اليوم نقرأ خبر بعنوان اليوم آخر فوج سياحي صيني يغادر مصر. يغادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء آخر فوج سياحي صيني متواجد في مصر، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران آخر رحلتها المتجهة إلى الصين بعد قرار تعليق الرحلات إلى هناك لمواجهة انتشار فيروس كورونا. كانت مصر للطيران قد علقت رحلتها المتجهة إلى مدينة هانزو الصينية منذ السبت الماضي على أن تعلق رحلات بكين وجوانزو اعتبارا من اليوم، وذلك حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات. وأكدت الشركة الوطنية مصر للطيران أن قرار استئناف الرحلات سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها، وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات. يذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو وثلاث رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو. ونذهب لليوم السابع، التموين تعلن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي ل 2253 محل. تواصل مديريات التموين في مختلف المحافظات تلقي طلبات المحلات التجارية للحصول على التصاريح والمشاركة في الأوكازيون الشتوي، حيث وجه الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقتها للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون. وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية في تصريحات خاصة لليوم السابع ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي ل 2253 محل قطاع خاص وعام واستثماري وتعاوني في أول أسبوع عمل الأوكازيون، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة حررت 148 مخالفة تتعلق بالأوكازيون، منها 50 مخالفة عروض وهمية و98 مخالفات لعدم الحصول على تصاريح من مديريات التموين.
ننتقل مع حضراتكم إلى جريدة الوطن ونقرأ خبر بعنوان وزير التعليم توفير كارت لطلاب الثانوية يوضح درجاتهم بالأرقام. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة ستمنح طلاب الثانوية بطاقة جديدة سيتم توفيرها لهم خلال 48 ساعة لتحديد متوسط درجات الامتحانات ودرجاتهم، وأوضح أن ظهور نتيجة طلاب الصف الثاني الثانوي بالألوان ليس جديدا، مشيرا إلى أن الوزارة تحلل نتيجة طلاب الثانوية لمعرفة نسبة تقدم مستواهم منذ امتحان مايو الماضي وحتى الآن. وقال وزير التربية والتعليم إن العقبات أمام تأدية الطلاب الامتحان إلكترونيا انخفضت بشكل كبير، حيث يوجد تقدم في البنية التحتية وقوة الشبكات، موضحا أن عدد الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا بلغ 517 ألف طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، وهذا إنجاز كبير. وإلى بوابة الأهرام السعيد، اتفاقية الصندوق السيادي وجهاز المشروعات أولى خطوات تنفيذ طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التنمية الاقتصادية إن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها أمس بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية هي أول تنفيذ لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس الاثنين أننا نوجه القطاع الخاص والأشخاص بالاكتتاب في هذه الشركات، مشيرة إلى أن جهاز المشروعات يمتلك عددا من الشركات وسوف يتم تحديد هذه الشركات من قبل الصندوق. ولفتت السعيد إلى أن هدف الصندوق طرح هذه الشركات وتعظيم العائد من الاستثمارات المختلفة وتعظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وسوف تقوم بدراسات لهذه الشركات لطرحها بالبورصة. ننتقل مع حضراتكم إلى الشأن العربي والدولي، وتحديدا من موقع سكاي نيوز عربية نقرأ خبر بعنوان الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا. أعلنت الحكومة الصينية أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير. وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا. ونختتم جولتنا في صحافة اليوم من جريدة الشرق الأوسط. اشتباك بين الجيشين السوري والتركي. شهدت جبهات مختلفة في شمال غرب سوريا اشتباكات بين الجيشين السوري والتركي أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين، في وقت واصلت قوات النظام التقدم في ريف إدلب بدعم من الطيران الروسي. وأعلنت أنقرة مقتل 6 من جنودها بالإضافة إلى 3 من المدنيين الأتراك يعملون لصالحها جراء قصف مدفعي شنته قوات النظام السورية ضد قواتها المتمركزة في إدلب. وردت أنقرة سريعا عبر استهداف مواقع للجيش السوري وأوقع القصف وفق وزارة الدفاع التركية 76 قتيلا من قوات النظام.